كيفك إيمي؟ يا هلا وغلا. كيفك أنت؟ كيف حالكم؟ الحمد لله. أخباركم؟ الحمد لله. رد علي. والله أكثر من ترتر الرجال ما في. أف. برافو برافو برافو. كملي كملي كملي. خلينا واش خلينا بس تحكي لنا عن تجربتها نوال. أنا عندي زلمة ختيار متشائم وما بيخدي كلمة اللي يحكيها. بس ما هو يمكن لأنه كبر بالعمر حرام. الله وكيلك ما بسلم منه. طب يمكن لأنه الواحد بس كبر بالعمر شوي. بتتغير طبعه. نوال ست نوال هلا أيوة. بشبابه كان يحكي هالرجل؟ وهو شاب وهو ختيار وهو عمره بالأربعينات طول عمره بيحكي إشي مش منطقي. يحكي شيء مش منطقي. مش منطقي ولا إله معنى. ولا إله معنى. أوكي يعني هي يعني مشكلته من هو وشاب. بغار مني كتير. بغار منك؟ ليه بغار منك؟ لأنه أنت بتحكي أكتر منه. ما بعرف ليش. يعني بأنه أنت أحسن منه؟ أو بتحكي أكتر منه؟ أنا أحلى منه. أحلى منه. نحن الستات دايما أحلى من رجالنا ما اختلفنا. صح. إيه لا يقارن جمال المرأة بجمال الرجل أبدا. صابتني أحلى معلش طولي بالك شربي أنسون وبابونش وصلي على النبي يا ستنا.